আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ প্রিয়দিনী ভাই ও বোনেরা আজকে আপনাদের কাছে তুলে ধরছি কোনো দুষ্টু লোক যদি কারো সঙ্গে দুষ্টামি করে তার থেকে আত্মরক্ষার আমল কিতাবের ভিতরে বর্ণিত আছে এই আয়াতগুলি অধিক পরিমাণে পাঠ করলে এবং খুব মনোযোগ সহকারে শুনলে দুষ্টের দুষ্টামি থেকে বেঁচে থাকা যায় بسم الله الرحمن الرحيم ولما أراد ما آمديانا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم إن دونهم امرأتين تَزُودًا قال ما خطبكما قال تالا نسق حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الذل فقال ربي اني لما انسلت الي من خير فقير فجاءته ما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقصا عليه القصاص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين سورة قصص آيات نمبر تيش تكي موشيش بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد ما مدينا وجد عليه أمة من الناس يسخون ووجد من دونهم امرأتين تَذُودَانِ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى إصدر رعاء وأبونا شيخ كبير سَقَالَهُمَا لهما ثم تولى إلى زِلِّهِ فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصاص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولما أراد ما آمديان وجد عليه أمة من الناس يَسْقُونَ وواجدا من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ذا لا نسقي حتى يصدرا الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنسلت إلي من خير فكير فجاءته إحداهما تمشي علي استحيا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصاص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين سورة القصاص آيات نمبر هلو تيش, و تيش. خدا حافظ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته